الامور الاولانيه يعني خطه 22 فحضرتك بتقولي هتتوسعوا في التعليم ايه تاني؟ ده جزء التعليم طبعا. عندنا بعض اللي لسه بننظر بقى مع الانتقال للعاصمه بننظر لبعض المباني، لسه بنتكلم مع برضه مع مجموعه من المستثمرين عشان نبص على بعض المباني اللي ممكن استغلالها بشكل جيد كنوع من سياحي او مباني، ايضا زي منطقه باب العجب هننتهي منها ان شاء الله الدراسات اخر الشهر، عشان حضرتك لو تتذكري منطقه باب العجب دي برضه هناك شراكه مع احد الشركات او احد التحالفات اللي هي شركه بدايات عشان تحويل هذه المنطقه كانوفيشن سنتر، وبحيث انها تبقى منطقه ثقافيه. حضرتك بتسافري بره بتشوفي مناطق اثريه كثيره جدا بتتحول الى مناطق بيزورها الناس، بيبقى فيها مدارس تعليم حرفي، بيبقى فيها منتجات حرفيه، فدي برضو من هتنتهي هذا العام، واحنا بننظر الى منطقه اخرى يتم استغلالها بنفس هذا الشكل، بالاضافه طبعا الى بعض الاصول الاخرى اللي احنا ممكن نطورها ونستغلها. برضو في بعض الحدائق اللي السيد الرئيس يعني كلف ان احنا نبص عليها، ودي برضو احنا بنشتغل عليها، وبعتقد انه دي هتبقى من الامور الهامه اللي هتعمل برضو نقله مهمه جدا انها يتم تطويرها ويتم استغلالها والحفاظ عليها. برضو بيبقى في بعض التخوفات من انه ناخد بعض الحدائق بحيث انها تغير المكان. يعني انا الحقيقه رحت مثلا شفت ودي مناسبه ان انا اقول حديقه الاسماك يعني فيها قدر عالي جدا من الاهمال، فانا لما باخد الحديقه وبرفع من قيمتها وبطورها بحيث انها تبقى مكان مناسب الناس تقدر انها تدخله بشكل افضل، تلاقي مكان تقعد فيه بشكل تلاقي يعني يبقى فيها مقاصد وفيها راحه للمستخدمين، فكان في يمكن قدر من التخوف يمكن لان كان في سابقه تانية قلقت الناس، ولكن احنا بننظر للموضوع بشكل مجتمعي راقي يعني بدون اي ضغط وبدون اي تغيير في معالم المنطقه، ولكن رفع من مستوى الاصل ورفع من قدرته على انه يبقى بيوفر يعني منتزه وحديقه لائقه بالشعب المصري ولائقه بال يعني العالم كله. النهارده بقت الحدائق والخضار هو الاساس في المنتجعات بالنسبه لهم، فاحنا كل اللي احنا بنستهدفه ان هنرفع من يعني الحديقه ونرفع من امكانياتها بحيث انها تبقى قادره تستوعب الناس بتخشها بقدر عالي من الاريحيه، وتقدر انها تحصل فيها على خدمات ويبقوا مستمتعين بوجودهم بالحدائق الجميله اللي موجوده في مصر. طب دي حديقه الاسماك، معاكم حدائق ايه ثانيه؟ لانه الحقيقه الناس كلها خايفه على الميريلاند وخايفه على جنينه الحيوانات وخايفه على الاورمان، كل الشجر احنا لسه لسه بنبدا في دراسه الحيوانات والاورمان ان شاء الله، ويعني ما فيش اي قلق، احنا في محافظه تامه على الاصول الموجوده والاشجار في الحدائق، ولكن مع رفع امكانيات هذه المناطق. فيعني ما في يعني اعتقد حضرتك شفتي كل المجموعه اللي في الصندوق كلهم يعني خبرات استثماريه، ويعني فما فيش اي قلق من فما فيش قطع شجر ولا في لا لا ده اهم لا حاجه عشان الناس تبقى مطمنه خالص. لا لا ما فيش اي قطع شجر، احنا بنحافظ على كل الاشجار وبنحافظ على كل الخضار وبنحافظ على كل حاجه، ولكن مع رفع الامكانيات عشان اوفر اماكن لائقه بالمصريين ان هم يبقوا فعلا قاعدين مرتاحين.